انتوا ماجي وكل عالمكم اللي عايشين فيه مذنبين بنظري. انت شو بتفكر حالك؟ بتفكر لانه ابوك مناضل بيطلع لك توزع صكوك وفران على اللي بدك اياه؟ هذا العالم اللي بدك تعيش بقوانينه مجتمع كافر. انا ما عم بوزع شيء، انا عايش بمجتمع بدي اتفاعل معاه، مجتمع عم بطلع على البشر اللي عايشين فيه بعيوني، وعيوني مليانين حب وتسامح واحسان. مش هيك بحكي ديننا؟ التسامح والاحسان مع امتك واهل دينك، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس كمل. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم.